أختي في الله، هل تريدين حقا أن تسعدين زوجك؟ هل تريدين صدقا الفوز بقلب زوجك؟ هل تريدين أن لا ينضب نهر الحب بينك وبين زوجك؟ هل تريدين صدقا أن لا يذبل بستان المودة بينك وبين زوجك؟ هل تبحثين بجد عن السعادة الزوجية؟ إن كان الجواب نعم فاسمعي حتى تعرفي كيف تحققي ذلك، كيف تسعدين زوجك. أولا بالتوبة والاستغفار، وهذا الذي قلته للزوج في الحلقة الماضية أذكرك به أيضا في هذه الحلقة، التوبة والاستغفار يا أمة الله. ربما يكون شقاؤك في حياتك الزوجية بسبب ذنوبك. ألم تسمعي إلى قول ربنا جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.